انطلق المؤتمر الدولي الحادي عشر للتنمية والبيئة في الوطن العربي بجامعة أسيوط في إطار استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ أواخر العام الحالي. وأشارت رئيسة المؤتمر مها غانم أن المؤتمر يمتد في الفترة من 20 وحتى 22 من فبراير الجاري، ويناقش تداعيات كورونا على القضايا البيئية والملوثات البيئية والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى محاور مختصة بالبيئة وعلاقتها بالقانون والفنون والإعلام. في الحقيقة المؤتمر يعتبر مهم جدا، لأن بنتعرض لأهم المقترحات والتوصيات المتعلقة بالدراسات التي تمت في كل المجالات، سواء مجالات طبية أو أي مجال علمي بصفة عامة، والآثار الاقتصادية والآثار على البيئة الناجمة عن جائحة كورونا وكيفية مواجهة هذه الجائحة. ومؤكد أن هذه الدراسات وهذه الأبحاث ستفيد المجتمع بالنسبة للمستقبل وبالنسبة للتعامل مع أي أزمة أخرى يمكن أن تحدث. إن شاء الله الدولة المصرية بالطاقات البشرية اللي موجودة فيها على أتم الاستعداد لمواجهة أي جائحة ولمواجهة أي ظروف يمكن أن تؤثر بالسلب على المجتمع، بحيث أن احنا نحول هذه الظاهرة إلى ظاهرة إيجابية يستفيد منها المجتمع. من الأبحاث المقدمة من أساتذة الجامعات اللي كلها تحت شعار تحسين جودة الحياة والبيئة، والأبحاث اللي هي كلها بتساعد ان احنا نتغلب، او يعني ما بنقدرش نقول نتغلب قوي، لكن لان احنا بنحاول نوجد حلول كجزء من الحلول العالمية اللي موجودة، اللي بتحاول يعني تتغلب على المعوقات والمشكلات الكثيرة ليس بس في مصر ولكن في الوطن العربي والمحيط الأفريقي والعالمي إن شاء الله. مؤتمر بيقوم عليه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور من المجلس الأعلى في ذات التخصص، علشان يكون يعني التحاور والنفع ويعني قائم بين كل الجامعات المصرية. بيشارك فيه أكثر من 9 دول عربية محاضرون، وطبعا يعني زي ما احنا بنقول متحدثون، هيكون في كل ما يتعلق بجائحة كورونا وما مرينا به والدروس المستفادة، ويعني كيف كمان نتوقع ما هو قادم ونحترز له.